وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل عن حديث: إذا مشت أمتي المطيطة أو المطيطاء. نقول أيها الكرام الفضلاء: هذا حديث حسن، ورواه الإمام الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشت أمتي المطيطاء، هكذا قصرا، أو المطيطاء بالمد، وخدمتهم فارس والروم، تسلط بعضهم على بعض. قالت اللجنة الدائمة في فتاواها: هذا حديث حسن. ثم أحالت اللجنة وفقها الله أن يرجع إلى كتاب إتحاف الجماعة للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، فقد خرجها مع أحاديث أخرى، فقد خرجها مع أحاديث أخرى، وهذا كان في المجلد 26 لفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله، كتاب الحديث القسم الثاني. نعم، وهذا الحديث أيضا جاء من رواية، جاء في تذكرة الحفاظ: إذا مشت أمة المطيطة. أيضا وهو عن ابن عمر، أيضا جاء في رواية عن ابن عمر، وفيها ضعف، رواه موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وموسى هذا ضعفه يحيى بن معين، يحيى القطان رحمه الله، وقال لا شيء ولا يحتج به. ورواه محمد بن خليد الحنفي عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن سوقه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ومحمد هذا كان يقلب الأخبار، وإنما رواه ابن المبارك عن موسى بن عبيدة كما تقدم، فجعل مكانه موسى محمد بن عقبة سوقا ولم يصنع شيئا. وجاء أيضا من حديث ابن عمر عند الترمذي وقال: هذا حديث غريب. ومشية المطيطة أو المطيطاء، وهي مشية التبختر، أن الإنسان يمد يديه في المشي ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يتبختر ويمد يديه في مشيته. وفي بعض من يقول لك فلان ماشي يتمطع أو ماشي يتمطى، هذه هي مشية التبختر، وهذه طبعا فيها كبر وفيها تبختر، وتذم إلا في الحرب، إنها مشية يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، إنما كان أبو دجان قد عصب عصابته مشى متبخترا بين الجيش في الحرب. وقال العلامة السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: والمطيطة نائب فاعل مثل الجميزة، وهي مشية التبختر ومد اليدين في المشي، وتكون بالمد والقصر، يعني المطيطة أو المطيطاء بالمد وبالقصر، ومطوت ومططت بمعنى مددت، وهي من المصغرات التي ليس لها مكبر، يعني هذه كلمة مصغر ليس لها مكبر. قال الحجاوي في شرح هذا أيضا: المطيطة بضم الميم ممدودا وقصره إلى غير ذلك، ومن باب أنها مشية فيها من الكبر والخيلاء والزهو والعجب، لذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقلنا الحديث عند الإمام الطبراني في الأوسط وعند الترمذي في الجامع وعند ابن حبان من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة، ويتحسن بمجموع طرقه، كما قال ذلك الشيخ بن باز في الفتاوى كما قدمنا آنفا، وقال به الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث إلى غير ذلك، ولكن هناك أيضا من وهناك أيضا من حسنه وهناك أيضا من حسنه. قال أيضا في هذه الرواية الإمام البغوي رحمة الله عليه في شرح السنة، رواها أيضا عن ابن عمر وعن عبد الله، وفي السند عبد الله بن مبارك رحمة الله على الجميع، وهذا في دلالة على كراهية هذه
المشية، وأنها متى نزل الكبر والتبختر في أمة الإسلام، ومتى خدمتها فارس والروم، فسلط بعضهم على بعض وسلط شرارهم على خيارهم. نسأل الله تبارك وتعالى الستر والسلامة والعافية، وينجينا وإياكم من الكبر. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.